أهلاً مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. اليوم موضوع مهم جداً، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. بدو الروح في الصحراء يعني كانوا يرحلوا ويبعثوا ويتبعوا موجود مصدر الماء. الماء ثروة مهمة جدا. نعمل يعني عمليات تحسيسية لأطفالنا وهم المستقبل تاعنا، يعني عدم تبذير، خاصة تبذير المياه. اليوم معنا أخصائيين راح نتكلموا على هذه الثروة، ونتكلموا كذلك كيفاش نحافظوا عليها وكيفاش نربي ولادنا باش يحافظوا عليها، لأن هذه الثروة مهمة جدا جدا لحياتنا. قيمة هذا الماء مادام هو الحياة، من جملة الأمور اللي يكرهها الله عز وجل وينبذها هو التبذير. حصتكم الأسبوعية ولدنا تحت جناحنا الموجهة لكم يا أولياء تجيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم، هو كيفية الحفاظ على الثروة المائية، لوبتيميزاسيون دو لوتيليزاسيون دو لو. ثلاث إجراءات بسيطة جدا لو كلنا نقوم بها راح نقتصدوا الملايين من الأمطار المكعبة من الماء. دونك مليح أنكم يا أولياء إن شاء الله بربي تاخذوا هذه النصائح بعين الاعتبار باش تحافظوا على الماء اللي هو حياتنا وحياتكم وحياة ولادنا اللي راهم تحت جناحنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحصه هذه الخاصه بالثروه المائيه. ان شاء الله تحافظوا عليها، احنا ثاني نحافظوا معكم على الماء اللي نحتاجوه كامل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا مسؤولة، حقها واجب مهما كان.